لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب. ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. التب بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره، واجعل كيده في نحره، ودمره كما دمرت عادا وثمود. يا رب انصر ديننا وتول أمرنا واحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الباقي بعد فناء خلقه. لما مرض أمير المؤمنين هارون الرشيد مرض الموت، وكانت له مملكة لا تغيب عنها الشمس، كان إذا مرت به سحابة وهو يخطب بالمسلمين كان ينظر إلى السحابة في سمائها ويقول: أيتها السحابة امطري هنا أو امطري حيث شئت، فأينما أمطرت فسوف يصلني خراجك. لما مرض مرض الموت قال لأعوانه: احفروا لي قبري حتى أراه قبل أن أموت. فحفروا له قبره فقال: احملوني لأراه قبل أن أدفن فيه. فحملوه إلى قبره، ووقف الأمير أمام القبر ونظر فيه، ثم توجه إلى السماء ونادى على صاحب العظمة والكبرياء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. هارون، هارون الذي كانت له مملكة لا تغيب عنها الشمس في ضحاها، هارون يقف أمام قبره قبل أن يموت وينادي الحي الذي لا يموت: هارون. يقف أمام قبره، أمام حفرته، عندما نولد من بطون أمهاتنا نحتل من الأرض 3 أشقار، وعندما نموت وندفن نحتل من الأرض 10 أشقار، وهذا الشقاء كله وهذا التعب كله من أجل 7 أشقار. جئنا وطولنا 3 وخرجنا وطولنا 10، فإذا طرحت 3 من 10 كان باقي الطرح 7 أشقار، تقاتلنا من أجلها وتناحرنا من أجلها وقطعنا الأرحام من أجلها
تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر نصحة لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. فلربما اتسع المضيق، لربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. هارون الرشيد يقف امام قبره ويناجي الواحد الذي لا يغفل ولا ينام، ينادي الواحد، ينادي الواحد ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ايها الاخوة الموحدون، من الباقي؟ من صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من خلقنا؟ من رزقنا؟ من يميتنا؟ من يحيينا؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الحكيم؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الرزاق؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد.
من لا يزول ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. حبيبي حبيبي لا يعادله حبيب حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيبي هو الله. حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب 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 جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. حبيبي حبيبي لا يعادله حبيب لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب لا يغيب لا يغيب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اسمع إلى رافع لواء الوحدانية سيدنا محمد وهو يقول يقول ماذا؟ يقول الحبيب المصطفى: من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه أمن فتنة القبر وضمته، فإذا كان يوم القيامة حملته الملائكة على أكفها حتى تعبر به الصراط وتدخله الجنة. من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه أمن فتنة القبر، أي نجا من سؤال الملكين عندما يقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ تأتي قل هو الله أحد فتقول له: لا عليك منهما، لقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. وأمن من ضمة القبر، وللقبر ضمة وللقبر ضمة وللقبر ضغطة يضغط فيها على ابن آدم. فمن قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه فلا يفتن في قبره ولا يضغطه القبر، فإذا ما جاء يوم القيامة حملته الملائكة على أكفها حتى تجوز به الصراط وتدخله الجنة. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا ملء السمع والبصر، يا حبيب القلوب، أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان. أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان. أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع قمة من قمم الرجال، والرجال قليل، الرجال قليل، الرجال كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. نحن اليوم على موعد مع قمة بادخة الذرى شماء، مع رجل رباه سيد الرجال. وما أعظم المربي،
ما أعظم المربي وما أكرم المربى. نحن مع الدرس 58 بعد 100. وضيفنا اليوم رجل يسمى ربيعة بن مالك الأسلمي. هذا الرجل ولد فقيرا وعاش فقيرا وصمم على أن يموت فقيرا. هذا الرجل لم يكن من ذوي الأيدي الناعمة، ولم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولم يعرف الحرير ولا الديباج، إنما عاش عيشة متواضعة ساهدة، لكنها كانت المملكة كلها، لأنه عاش مع من؟ مع رسول الله. ما فارق الحبيب، لأنه كان هو الذي يحضر ماء الوضوء للحبيب، كان يقوم على وضوء الحبيب، كان ينام على باب الحبيب، تعلق قلبه بالحبيب. وتعالوا لنمسك بمفتاح العظمة في هذا الرجل. في ساعة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها، خلى الرسول بربيعة وقال له: يا ربيعة سل ما شئت، اسأل ما تشاء، فمهما سألت فسأسأل الله لك أن يحقق ما تشاء. الرسول يعرض وربيعة يجيب: سل يا ربيعة. فماذا قال ربيعة؟ قال كلاما عندما أذكره أشعر أن السعادة ليست في كثرة المال ولا في سكن القصور ولا في انتشاء الكؤوس المطرعة ولا في الاستمتاع بالغيد الأماليد، إنما أرى السعادة أعلى من هذا وأرفع من هذا وأعمق من هذا وأجل من هذا. لقد أجاب ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة تنحني الرقاب عند ضراها. لو أن هذا السؤال عرض علينا: فحدثوني بربكم، ماذا يكون جواب كل منا؟ لو قال الرسول لكل واحد منا: سل سل سل، واحد سيطلب العلاوة الدورية، والآخر سيقول أريد علاوة الغلاء، والثالث يقول أريد قصرا منيفا، والرابع يقول أريد سيارة فارهة، والخامس يقول أريد السفر إلى الكويت، والسادس يقول أريد 100,000 جنيه وعمارة فمحرم به وسيارة شفرية وفقم أنتري. فماذا قال ربيعة؟ قال: يا رسول الله أرجو أن أكون رفيقا لك في الجنة. إلهي إلهي إلهي، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل هين، الكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود فالكل هين،
وكل الذي فوق التراب تراب تراب. يا ربيعة سل سل يا ربيعة، يا من لا تملك من حطام الدنيا شيئا لكنه كان يملك في قلبه مملكة لا تدانيها مملكة أخرى، يملك ماذا؟ يملك الرضا. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. اللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. سل يا ربيعة بن مالك، أسأل مرافقتك في الجنة. ويعيد الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى على ربيعة، ولكن بصيغة أخرى، فيقول له: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك يا ربيعة؟ ستكون رفيقي في الجنة، ولكن ألك سؤال غير ذلك؟ وينتظر الرسول أن يطلب ربيعة شيئا من عرض الدنيا. ينتظر الرسول بعدما طمأن قلبه أن يطلب ربيعة جنات وعيونا وأنهارا ونخيلا وأعنابا، ويدخل جنته ويقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لكن ربيعة ظل هو لم يتغير، ظل صامدا ثابتا، مشرئب العنق مشمخر الرأس، شامخا بعزة الإسلام، يقول للرسول: بل هو ذاك يا رسول الله، لا أريد غير ذاك. فماذا قال له الحبيب؟ قال له: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. إن كنت تريد أن تكون رفيقي في الجنة فأكثر من صلاة النوافل، من صلاة السنن، من صلاة التطوع. أكثر أكثر من صلاة السنن. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. فسمى الصلاة سجودا لأن السجود أعظم أركانها، فأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ولذلك فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر أن من مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا. ومن هنا فكلنا نود أن نكون رفقاء للحبيب، فتعالوا نستعرض النوافل التي نصليها لتكون صلة بيننا وبين رفقة الحبيب. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إذا دخل صلاة النوافل لا يحسب ركعاتها، لأن النوافل قسمان: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. النوافل المطلقة أن تنوي صلاة النوافل دون أن يكون في ذهنك أي عدد من الركعات. كان أبو ذر رضوان الله عليه إذا دخل صلاة النافلة وفرغ منها قال له الصحابة: أبا ذر، إنا لا ندري أشفعا صليت أم وترا، لا ندري عدد ما صليت. فكان أبو ذر يقول: إن أكن لا أدري فإن الله يدري، إن أكن لا أدري فإن الله يدري. علي أن أصلي وعلى الله أن يحصي العدد. ماذا يا أبا ذر؟ قال: لقد سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:
من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولذلك قدم الله السجود على الركوع في قوله جل شأنه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولقد جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وقص عليه تلك الرؤيا العجيبة. قال أبو سعيد: يا رسول الله، لقد رأيت في المنام كأني أكتب صورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر، فلما وصلت إلى آية السجود كان أمامي شجرة خضراء، لما وصلت إلى آية السجود رأيت الشجرة والقلم والدواد قد سجدت كلها، فسمعت الشجرة في سجودها تقول: اللهم اجعلها لي عندك بخرا.